منطقتا القاسم والمدحتية خاليتان من مياه الشرب. هذه ليست مزحة، إنه الواقع الحالي جنوبي محافظة بابل، حيث أعلنت هذه البقعة الجغرافية إفلاسها مائيا. فالماء الذي هو سر الحياة بات من الماضي جنوبي بابل. وبصرف النظر عن انعدام البنى التحتية، يشتكي سكان القاسم والمدحتية من انعدام الحد الأدنى لمياه الشرب ومياه الري. نسبة الماء غير متزية حتى يعني، وبالنسبة للماء الشرب، ماء الشرب إلا يعني منتصف الليل وإلا عن طريق المطار يعني بالواسطة يعني نقدر نحصل ماء الشرب. مضخات المياه باتت خارج الخدمة، ومحطات الري أغلقت أبوابها، والسكان يقولون إن ممارسات المسؤولين حرمت السكان من حصتهم المائية. بالوقت الحالي معدومة نهائيا. أما بالوقت السابق كانت 40 السعة مالت البوري، 40 الشلال يسمونه، اجوا المسؤولين شالوا الشلال نهائيا، فما بقت أي نقطة ما تصلنا. بالنسبة للمواشين انتهت والزراعة انتهت، وماكو أي زائر مسؤول يجينا ويتفق ويانا على نسبة المياه الموجودة. عضو مجلس النواب حمدية الحسيني بررت أسباب انعدام المياه في هذه المناطق بعدم وجود اتفاقية مع الجانب التركي لتوفير حصة ثابتة من مياه نهر الفرات. احنا تحدثنا بها لأسباب كثيرة دولية، هو عدم وجود اتفاقية دولية مياهية بين العراق وبين تركيا، هاي سبب من الأسباب المهمة طبعا. وكذلك عندنا اليوم قلة الأمطار في العراق أدى إلى شحة المياه إلى منسوب نهر الفرات. النائبة لم تفوت فرصة الترويج لقائمتها الانتخابية وبرنامجها في توفير مياه الشرب للسكان في حال فوز تلك القائمة. المشاريع قائمة الفتح وتحالف الفتح هو تكون الاهتمام بموضوع المياه والاتفاقيات الدولية إن شاء الله لإيصال لأعلى مستوى لأهلنا في جنوب بابل. أما بالنسبة لسكان جنوبي بابل فهم مجبرون على انتظار الفائز من المتصارعين على المناصب، علّه يحل مشكلة انعدام المياه.